بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. انتهينا في الشرح السابق من إنهاء أول كويست للعبة. هذا الكويست لابد ننهيه بالتتابع، بحيث إنه أضع مثلا مناطق محددة في الخريطة. عن طريق هذه المناطق المحددة أقدر أنتهي من الكويست الأول، ولكن لابد أنهيها بالتتابع، يعني واحدة ورا واحدة. هذا اللي اشتغلنا عليه في الشرح الماضي، تمام؟ لو تلاحظ اذا رحت الى جي حلاقي عندي فرست كويست هيومن سيتي، لابد اروح الى هيومن سيتي. فلما اروح هنا، هذه مثلا انا شبهتها على انها مدينة البشر، فاضغط هنا واروح الاقي اني فعلا وصلت الى مدينة البشر. باقي تطلع لي مهمة جانبية ثانية مرتبطة بالمهمة الاولى، الا وهي الذهاب الى المنزل 120. فانا وضعت هذا الصندوق، قال انه المنزل 21، تمام؟ لاحظ، فيطلع لك المهمة الثالثة انك لابد تاخذ المفتاح. فهذا البوكس جعلته كأنك تاخذ المفتاح فتنتهي عندك المهمة. طبعا بإمكانك إذا حبيت تعمل سكند كويست للأمور الإجبارية اللي اللاعب لابد ينهيها، تعيد الشرح للدرس أتوقع الثاني أو الثالث والرابع اللي هو الماضي، يعني درسين أو ثلاث دروس تعيدها لهذا النظام. أو بإمكانك تستخدم نفس الكوست الأول بحيث أنك تخلي لجميع مهام اللعبة ينهيها اللاعب بالتتابع. فأتوقع هذه بإمكانك تعملها وأنت حر بالموضوع كله. طبعا في برضو عندنا نظام الكوست الغير إجباري أو الغير تتابع، بحيث أنك ممكن تنهي أي نقطة تحب في هذه المهمة. راح نشتغل معاكم هذا الشرح ان شاء الله. اتوقع انه باقي ثلاث دروس للانتهاء من لعبة، من اقصد انظمة المهام، او اربع بناء على اللي نشوفه احنا يعني مناسب. ولكن قبل ما ابدأ معاكم في هذا الشرح، راح اضيف لكم خاصية كيف انكم تضيفون مثلا خاصية الصوت او المؤثرات للمنطقة اللي تجي فيها. مثلا هذا الكويست مثلا لما اوصل عنده حيطلع لي صوت، تمام؟ فحتى اعرف اني وصلت الى المنطقة الصحيحة. فهو ممتاز جدا حتى تعرف انك وصلت او لا، تمام؟ فنفيدكم بكيفية وضع الاصوات. طبعا هي الطريقة سهلة، تروح الى كل التريجر مثلا هذا، تمام؟ لابد تحدده وتروح الى بلو برنت فوق وتضغط على اوبن ليفل بلو برنت، تمام؟ حيفتح لك هنا المنفذ الخاص بذا جيم الليفل اللي انت تشتغل عليه، ولكن مثل ما قلنا يكون التراجر محدد. من هنا تروح الى اد ايفنت فور جو تو هيومن سيتي، ونروح الى الكولاجين، ومن الكولاجين اد اون اكتر بيجين اوفرلاب، تمام؟ طريقه جدا سهله وبسيطه لاضافه اي شيء تحب. طبعا هنا بامكانك تضيف اد، او لا معذره، ساوند ات لوكيشن، بلاي ساوند ات لوكيشن. بامكانك تضيف بلاي ساوند ات لوكيشن وتضيف الساوند اللي تحب. مثلا ممكن نخليه اكسبلوجن واحد او اثنين، ما عندك مشكلة. تقول له كومبايل سيف، برضه تقول له سيف اول، وتشغل اللعبة. طبعا لاحظ ان هذه الصوت وضعناه في التريجر الاول فقط. لاحظ انه لما تروح الى مدينة البشر حتمشي، ولما توصل لما تضغط على التريجر حيطلع صوت، لاحظوا. طبعا بامكانك تستغني عن الصوت مثلا ب particle system مثلا، قل له هنا particle system، تمام؟ تقول له spawn a matter at location، وتضيف هنا ال particle system اللي تحب انت، حتضيفه هنا،
تمام، تحدد particle system مثلا، خلوني اضيف explosion، شكل explosion، من هنا اضيف play sound at location، تمام، وتحدد برضو الصوت اللي وضعناه من شوية explosion 1 حتى يظهر مع explosion particle system. طيب وبالاخير هنا نضيف حاجة للوكيشن حتنفعلها مع الأكتر اللاعب حقنا، فنقول له get actor location. اوكي حيكون هنا return value نوصله باللوكيشن، تمام. حنقول له compile save. اتوقع هذه ممكن تكفي. طبعا بإمكانك تختار التمبلت الخاص بالبارتيكل سيستم المناسب لك. في اتوقع تمبلات جاهزة وجميلة موجودة في الماركت بليس، بإمكانك تستبدلها بدل الاكسبلوجن هذا. حنقول له نجرب شوية نشوف الطريقة، تمام. احنا طبعا وضعناه بالتريجر الاول، فاول ما اوصل عند التريجر الاول لاحظوا حيثبت لي انه وصلت الى المنطقة. بامكانك برضو تضيف صوت يعني يقولها صوت انك ويلكم مثلا ان هيومن سيتي، او مرحبا بك في مدينة البشر باللغة العربية عادي، يعني ما عندك مشكلة. فهذا كمثال فقط بإمكانك تستخدمه وتستفيد منه. طبعا حاليا راح أخلي هذا، أنت بإمكانك تنسخ هذا الآن نسخ وتروح إلى التريجر الثاني وتحدده وتضيفه إلى البلو برينت مثل ما سوينا، وعملية لصق إذا كان عاجبك هذا البارتيكل مع الصوت. أو بإمكانك تغير لكل التريجر مثلا حيكون بارتيكل معين وصوت معين، هذه للإفادة فقط، أنت حر يعني. راح نروح إلى نفس المهام ونضيف لكم أسلوب أو طريقة إضافة مهام من دون ترتيب معين، يعني من دون ما تنتهي من المهمة الأولى المهمة الثانية المهمة الثالثة، لا. الطريقة اللي راح نستخدمها الآن بإمكانك تنهي أي مهمة تحب، وهذه مفيدة في المهام الجانبية وليست الأساسية. طيب خلونا مثلا نجرب نعمل هذه الطريقة على دوائر مثلا. مثلا بإمكاننا ناخذ سفير هذا، تمام، ونخلي هذا السفير مثلا لما أوصل عنده يولع بلون معين مثلا. مثلا ممكن أضيفه في مكان الزومبي أو مدينة الزومبي وأقول لابد أنك تولع السفير هذا او الدائرة هذه بالالوان الخاصة فيها مثلا كذا، تمام. فنروح الى ملف المهام، اوكي هنا مثلا ممكن نضيفه هنا، نقول له بلو برينت كلاس ونختار اكتر. راح اسمي هذه مثلا هنا سفير دائرة بلو برينت. اوكي نفتحه فوق، من هنا راح احدد واختار static mesh. اوكي طيب static mesh لابد يكون اسفل default scene root. من هنا من static mesh احدد السفير، طبعا عندي هنا بيانات كثيرة فاقول له سفير، ظهرت لي بيانات كثيرة فاختار اتوقع هذا shape سفير، تمام هذا هو. طيب من الستاتيك mesh برضو راح اختار point light. oh my god point light، بحيث اني اتحكم باضاءة هذا السفير اثناء الملامسة معه. حتى يصير التلامس مثل ما تعلمنا في السابق نضيف كولاجين حول المادة هذه، علشان اول اللاعب ما يدخل في هذا الكولاجين يستشعر بوجود شيء. فنروح الى default scene ونضيف هنا سفير كولاجين، تمام. طبعا لاحظ انه حيتفاعل مع الشيء نفسه، ما عندك مشكلة. طبعا بامكانك تاخذ هذه وتضيفها اسفل، ما فيه مشكلة. طيب السفير هنا راح اخلي حجمه كبير شوي بناء على حجم المادة اللي عندي، مثلا 120 حتى يقدر اللاعب يدخل فيها، مثلا 150 يلا. اوكي طبعا بناء على حجم هذه انا اقدر اصغر السفير بشكل او باخر، تمام. لاحظوا كذا حيكون المجال. الراديوس هنا نخليه مثلا
700 بإمكانك تزيدها بعدين وتقللها مثل ما تشاء. نقول لكم باي أو سيف. أوكي، نروح إلى إيفنت جراف هنا. طيب هنا راح أحذف هذه حاليا، ما أحتاجهم. راح من السفير هنا لأنه هو اللي حيتفاعل مع اللاعب، راح أقول له Add Event وأختار Add on Component Begin Overlap. تمام، من هنا راح أقول له Cast to اللاعب حقنا Blueprint Character، وراح من Other Actor أوصله بالObject As Character Blueprint. راح أخذ Get Controller ومن get controller راح اخذ cast to player controller، وراح هذا اخليه بيور احسه افضل. اوكي، من هنا راح اطلع من هنا cast to character enable input، وراح تتوصل هذه بالبيور الخاص بالبلاير كنترولر. تمام، كله كومبايل سيف. طيب مثل ما بدأنا بالبيجين اوفرلاب برضو ننهيها بالاند. نروح الى الاد ايفنت ونختار الاند. طبعا خلاص انت استخدمت البيجين فيروح فيطلع لك الاند، تأكد انه الاند اوفرلاب. طبعا ناخذ نسخة من هذه. جميل، نوصل بالاند اوفرلاب والاذر اكتر والاوبجكت. هنا ناخذ، هنا بدانا بالانيبل، الثاني ننهيها ب ديسيبل انبوت. تمام، ونوصلها بالبلاير كنترولر. اوكي، الآن راح نشتغل على الضوء اللي حيتأثر فيه لما نصطدم بالسفير كولاجين. طبعا هذا مجرد مثال، وإلا بإمكانك إيجاد أمثلة مشابهة لإضاءة الدائرة. يعني بإمكانك تشوف أنت مثلا محول، مثلا هذا المحول يشتغل مع الدخول اللاعب عليه. من أسفل هنا راح نعتمد على، نروح بس بروجكت سيتنج اوريكم، نعتمد على الزر الخاص بالانتراكشن لانه زر عام طبعا ما يحتاج، اللي هو الانتراكشن هنا. هذا الانتراكشن جعلنا للأسلحة، للمواد، لكذا لكذا لكذا، اي شيء يدخل في صميم الانتراكشن مع اللاعب حيستخدم الاي، فافضل لكم انكم تستقرون عليه. فراح اخذ، اما تاخذ الاي او تاخذ نفس المسمى الانتراكشن. فنروح الى السفير بلبرنت هنا، راح اقول له انتراكشن. تمام، راح اخذ البوينت لايت هنا. اوكي، ومن البوينت لايت او من البريست راح اختار تاجل فيزيبيليتي بوينت لايت، هو حيظهر لك اوريدي يعني ما يحتاج هذه. خلاص خليها هنا، احدد فقط البوينت لايت هنا واروح الى فيزيبيليتي واشيل الصح. تمام، خلاص اقول لكم باي او سيف. طيب الان راح نشتغل على الفانكشن اللي يتحكم باضاءة البوينت لايت. نروح الى الفانكشن هنا، ومن الفانكشن نضغط، راح نسمي هذه مثلا لايت on. اوكي، احدد هذا اللايت اون هنا، اشيل اللي هنا، احدد البيور والكونست. تمام، راح اخذ البوينت لايت هنا، من البوينت لايت راح اقول له get visible، من get visible هنا راح اسحب من الفيزبل واضيفه باللايت اون، حيظهر لي ريتيرن نود، راح اوصله هنا. اقول لكم باي او سيف. طيب اذا حبيت تجرب، تمام، طبعا لاحظ انه الضوء اللي احنا اضفناه هنا حق البوينت لايت هو ضوء عادي جدا، يعني بامكانك تعطي اي ضوء تحب، هو عاده يكون ابيض، مثلا نخليه وردي.
تمام، هذا الضوء الخاص باللايت. فلما نقول كومبايل وسيف، سيف اول، نروح الى هنا نحذف هذه خلاص ما اعتقد نحتاجها. ناخذ السفير بلو برنت هنا نضيفه هنا في هذا العالم. لاحظوا لما نقرب منها حيطلع لي المفروض الانتراكشن، لما اضغط اي لاحظوا الاضاءة. طبعا الضوء تحت انا خليته، بامكانك تخليه فوق تمام، بامكانك برضو تطفيه عن طريق الاي نفسه، هو نفس الاي اللي يستخدم لسحب السلاح والمواد الثانية. طيب حتى هذه النقطة كل شيء سليم. نروح الان الى الاوبجكتيف هنا، وهنا احنا عاملين اوبجكتيف بلو برنت بحق للقتل او الجيت سامثينج يعني تمام. خلونا نسميه، نغير مسمى هنا، نسميه مثلا بلو برنت ماشين اون تمام، مثلا على اساس ان هذا عبارة عن جهاز واحنا نشغل الجهاز ويضيء الجهاز بهذا اللون. طيب نفتح هذا الاوبجكتيف ماشين من هنا. طيب بداية الامر نروح الى الفانكشن هنا تمام، ومن اوفررايد نختار جيت كومبليتد او جيت كومبليت، نحذف هذا البارنت ما راح نحتاجه. نعمل فاريبل جديد ونسميه باسم اي اسم، ماشين لايت، او خلينا مبدئيا نحط لايت وانت تختار المسمى اللي يعجبك. من هنا راح احدد الاكتر الخاص بالسفير، فاقول له سفير بلو برنت، سفير بلو برنت تمام. لابد يكون معذرة نفس الشيء، لابد يكون ريفرنس سفير بلو برنت هنا، ويتحدد الريفرنس اوبجكت ريفرنس تمام. طبعا هو تلقائي حيتحدد معك، الا اذا انت اردت انك تحدد شيء ثاني. نقول لكم كومبايل وسيف. واللايت هنا معذرة نخليه اديتابل ريد اونلي اكسبوز برايفت تمام. حنسحب اللايت هنا نقول له جيت، راح اختار هنا اللايت اون اللي انا اخترته في السفير نفسه، فمن هنا راح نقول له لايت اون كول فانكشن، ومن لايت اون هنا راح من فيزيبل احدد الى الايز كومبليت تمام كذا مناسب. طبعا بامكانك انت تتحكم بنوعيه المهمه غير اللايت، بامكانك تخليه مثلا قتل شيء معين، سحب شيء معين، الذهاب الى منطقه معينه. انا اعطيكم فقط كمثال ليس الا. طيب اتوقع انتهينا من هنا تقريبا، نروح نرجع الى ملف الكويست تمام، ومن الكويست هنا ننشئ كويست ثاني غير الكويست الاول اللي احنا انشأنا هذا. فمن الاساس نقول لك كريت شايلد بلو برنت كلاس، نسميه بنفس مسمى الكويست الاول ولكن اثنين، نقول له كويست شرطه اثنين تمام. نخش عليه، نروح الى الفانكشن اوفررايد فانكشن هنا، نروح الى كونستراكت روت اوبجكت كولكشن تمام، وبرضو نختار اوفررايد، ناخذ البوبليت اوبجكتيف. طيب من هنا من الكونستراكت روت اوبجكتيف نحذف هذه تمام، من هنا راح نطلع كونستراكت ايوه اوبجكت فروم كلاس اوكي، راح نوصل هذه هنا بالروت ريتيرن نود. من الكلاس هنا نحدد اوبجكتيف كولكشن تمام، حنوصله الان هنا. الاوتر دائما يكون سيلف. طيب هنا الاوبجكتيف نيم راح اضيف مثلا لايت ماشين اون مثلا ليس الا تمام. عندي برضو البوبليت اوبجكت راح احذف هذه حتى نعرف الاوبجكتيف هذا البوبليت. نختار هنا فاريبل لانه راح نستخدم اكثر من لايت محدد او اكثر من ماشين محدد، فنقول له هنا مثلا ماشين اوكي. من هنا راح احدد الاوبجكت اللي هو سفير
بلو برنت واقول له اوبجكت ريفرنس. من هنا برضو راح احدد الاري حتى يعطيني اكثر من تصنيف واكثر من ماشين. تمام، راح اقول له editable, read only, span و private. compile و save. راح اسحب المشين هنا. تمام، من هنا راح اطلع for each loop، راح اوصلها هنا. من loop body راح نطلع construct object from class، وهنا راح احدد الاوبجكت الاوبجكتيف الخاص بالماشين. اوبجكتيف ماشين اون. تمام، من هنا الاليمنت راح اكيد اختار اللايت، ومن الاوتر راح اختار سيلف. طيب هنا اوبجكت الاوبجكت نيم بامكانك تضيف نوعية المهمة اللي انت تحتاج تقوم فيها. مثلا بامكاني نكتب مثلا turn machine on. تمام، بامكانك تكتب هذه الجملة، ولكن بما انه حيكون عندك في اللعبة اكثر من ماشين حتى تعمل له turn on، بامكانك تستخدم نظام الفورمات. فمن هنا نقول له فورمات تكست، ومن فورمات تكست هنا نكتب مثلا نفس الجملة term machine on، ضيف القوسين اللي تجيك مقوسة يعني shift، ونضغط القوسين اللي تكون أسفل الباكسبيس. تمام، من هنا بالداخل، بس لحظة، أيوة بالداخل راح أكتب indexed وأضغط enter. لما اضغط انتر حيطلع لي كلمة اندكس. تمام، بامكانك توصلها مباشرة باري اندكس، او تستخدم الطريقة الاحترافية انك تاخذ من اري اندكس هنا وتكتب انتجر زائد، حيطلع لك انتجر انتجر، حتخليه هو واحد، حتوصل بالاندكس. هذه طريقة احترافية اكثر. طبعا راح نقدر الآن نكون أكثر من ماشين واحد، بحيث إنه الإندكس هو اللي يعتبر الرقم الكودي للماشين على عدد الماشين اللي أنت تحتاج. وفي النهاية نضيف هنا نقول له هنا get root objective collection، ومن الروت objective collection نطلع add objective، ألا وهو هذا. تمام، هنوصل الـ construct فيه، والـ return value نوصله بالobjective. نقول له compile وسيف. طيب أتوقع كذا صار النظام مكتمل للطريقة الثانية من طرق المهام. نقول له save all. طيب نروح إلى الخريطة هنا مثلا، خلونا ناخذ خريطة مغايرة، نحذف هذه. أوكي، خلونا نجي هنا مثلا. أوكي، لما ناخذ الكوست 2 نضيفه راح نلاحظ انه يختلف عن الكوست 1. شفتوا كيف هذا الكوست 2؟ ولاحظوا الديفولت الماشين هنا حيحط لك زائد. معنى كلمه زائد انك مو شرط انه يكون الاوبجكتيف موجود، انت اللي تنشئه من نفس اللحظه. تمام، فنروح الى الكوست والى السفير مثلا هنا، ممكن نضيف واحد وما الى ذلك. انت بامكانك تضيف الكوستات اللي تشوفها مناسبه، بس راح ادخل على الكوست نفسه، واللايت هنا احس انه قوته قليله يعني، نزيده الحجم برضو، نزيده خلي فوق افضل، ليش لا. تمام، طيب نقول كومبايل وسيف. طيب من الكوست هنا راح اضيف ثلاثة. تمام، لان عندي فقط ثلاثة، ومن الاول راح اختار سفير بلوبرنت، والاول الثاني اختار الثاني، الثالث اختار الثالث. لاحظ بالمهمة هذه انت مو مضطر انك تنهيها بالترتيب، بامكانك تروح على اي واحد وتنهيها بشكل طبيعي. ناخذ اللاعب. اوكي، نشوف النظام. طيب هذا هو اللاعب، وهذه الدوائر او
في حالة انها كانت اجهزة نستبدلها باجهزة. لو نروح الى صفحة المهام نلاقي ان ظهرت عندي لايت ماشين اون، طبعا عدد الماشين عندي 3 تمام، وعندي هنا برضو مازالت المهمة الاولى انه go to human city، ولكن احنا راح نروح الى الماشين تمام. لو نلاحظ مثلا انا ما راح اروح الى الماشين الاول، راح اروح الى الماشين الاخير هناك تمام، حتى اوريكم فقط انه مو شرط بالترتيب. راح اضغط اي، شفتوا اشتغل الضوء، طبعا الضوء خفيف شوي ما في مشكله بامكانك تزيده، ولكن اذا رحت الى نظام المهام حتلاقي انه لايت 3 مشتغل. برضو نرجع بشوف قوته، يعني ما زال في قوة لان اضاءة المحيطة تأثر عليه. طيب نرجع الان، نرجع الى الاول، نضغط اي اشتغل. شفتوا اللاعب كيف اشتغل؟ لما نشوف المهام حنلاقي انه الثاني والثالث مشتغل معنا، معناها يعني هذا الاول. اوكي نروح الان الى الاخير، نضغط، لاحظوا اشتغلت معانا الانوار كلها او المشين كلها بشكل طبيعي. لما نروح الى هنا نلاقي انه هذه المهمة انتهت لاني شغلت جميع الاجهزة. طبعا هذه الحركة بامكانك تستخدمها مع اي شيء تحب، يعني سواء كان قتل، سواء كان لاستخدام اجهزة، لركوب سيارة، لاي شيء انت بامكانك تستخدمها على انها اكتر تمام. يعني بامكانك تضيف هذا الاكتر الى نفس الزومبي مثلا او الجندي وتقول مثلا قتل عدد معين، ولكن بالنسبة لهذه المهمة صعب ان احنا نضيف مثلا 50 زومبي او 70 زومبي ونقول اقتلهم، لا ما يحتاج. بامكانك تضيفهم فقط بنفس اسلوب الكوست الاول، تضيفه كتراجر بوكس، ومن التراجر بوكس هذا تحط باند انه روح اقتل الزومبي مثلا، هذه اتوقع اسهل. هذا كل شيء لي هذا اليوم، اتمنى يكون درس اليوم بسيط ونال اعجابكم. اشوفكم على خير في الدرس القادم باذن الله من انظمة المهام، معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.